السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شوفنا في الفيديوهات السابقة، منصة بلانري منصة ممتازة جدا، بتخليك تعمل بنشن بلان بشكل قوي، تخليك المحدد السكوب المفروض هيتعمل بشكل برضو ممتاز، تخليك برضو تكتب العقد بشكل احترافي. طبعا لو انت عايز تحمله وورد او بي دي اف او اكسل تقدر تحمله بسهولة. سكادوال برضو لكل العناصر، عندك التراك تشوف ايه الحاجات اللي انت هتعملها، الحاجات الجاهزة للمراجعة، الحاجات اللي خلصت، الحاجات الفيرتفايد. اخر حاجة بقى معانا الفيرتفايد للعناصر، تقدر ترفع للموديل سواء RVT او DWF او FC او DWG او DWFX، او ممكن تتواصل مع البيم 360 وتاخد ملف من هناك، او ممكن تعمل دراج اند دروب للموديل بتاعك. تقدر هنا تشوف الموديل دوت خلاص تو دو ولا دان ولا فيرتفايد. هو دلوقتي بيفتح الموديل، اهو الموديل اهوت، تقدر تشوفه، تقدر تلف زي ما انت عايز، تعمل اوربت، ممكن تخليه جروبس، دي حاجة نادر لما تشوف اي مكان بيجيب لك سيلينج لوحده والريلينج لوحده والستير لوحده ولا تفكتشر لوحده، كل حاجة لوحديها، وتقدر تلفها حواليها. بالشكل دوت سيلكت ليفل هاي، او تقدر تشوف شو اول كل العناصر اللي موجودة. دي طبعا السيلينج هوت، ده الكيرتن بانل، الدورس، الفلورس، يبدأ يجيب لك كل حاجة لوحديها. دي اللايتنج بتاعت الباركنج، هنا ديزاين ريفيو بيبدأ يشوف لك العناصر نسبتهم قد ايه. ممكن تقول له انا عايز 3D coordination، يبدأ يجيب لك العناصر بتاعت 3D coordination. ممكن تيجي هنا بقى في البروجكت داش برو بورد، وتبدأ بقى تشوف البروجكت تايب، الادرس اللي هو مثلا اوفيس، البروجكت ستاندرد اللي انت شغال عليه، تبدأ بقى تختار الشكل ال او دي او طريقة الكتابة بتاعته. ودي الفرق اللي شغالة في المشروع، تقدر تغير الشكل بتاعهم وتقدر تقول مثلا ده يبقى اللون بتاعهم كذا. تقدر تضيف أعضاء لكل للفريق بتاعك، تبعت لهم إيميل دعوة، اهو تقدر تكتب الاسم والإيميل والفون والتايتل وهكذا.